ما فيش ابواب. هو كل مصيبه تحصل في البلد تبقى الحكومه مسؤوله عنها؟ يا استاذه هبه انا عاوز اسالك، الحكومه هي اللي قالت للناس دي تركب مراكب هلكانه عشان تغرق في البحر؟ دول ناس خرجوا من البلاد بطريقه غير شرعيه وبعيدا عن المنافذ الشرعيه، دي في حد ذاتها جريمه يعاقب عليها بالقانون. يا قلب في مثل بيقول ايه اللي رماك على المر قال اللي امر منه، البطاله والاهمال والمحسوبيه، نفس الظروف اللي افرزت التطرف الديني قبل كده. لا 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 يا فندم، في ناس غرقوا في البحر ولا لا؟ في ناس غرقوا. ايوه طيب. بس السؤال هو غرقوا ليه؟ مش ايه ده؟ كريم الموزة بتاعتي بتتفرج على نفسها؟ انت صحيت؟ اول ما حسيت انك مش جنبي صحيت على طول. انت ايه لسه حاجة؟ كابوس يا ساتر، انت ليكي بس متوترة شوية. ما استنى بقى خليكي زي الفل. لكن عندي هنا بقى كلهم عايزين يبقوا مديرين عمارة. طيب يا ست الوزير، تسمح لنا بقى ناخد شوية اتصالات؟ اتفضل. معانا ممدوح من بني سويف، اتفضل يا ممدوح. يا استاذ هيثم، انا عاوز سيادة الوزير يتقي الناس بالكلام اللي بيقول. انت عارف ان المصيبة كبيرة. احنا مش عاوزين نشتغل مديرين عموم، عاوزين الشغلانة تحفظ لنا كرامتنا والدخل بتاعنا يكفي نجيب فيها لقمة عيش. انا ما زلت عند رأيي. شوفي الكسل والطمع والجشع وعدم الرضا هم دول المسؤولين عن الهجرة غير الشرعية. سيادة الوزير، في مثل بيقول مفيش قط بيهرب من الفرح. يا أستاذة هبة، احنا ما عندناش قطط، احنا عندنا بني آدمين وكلاب كمان يا فندم. الرئيس بيقرا مقالتك دايما ومبسوط جدا من الموضوعيه بتاعتك. ده شرف كبير يا فندم. انا عموما بكتب اللي انا مقتنع بيه وبس. اكيد وصل الكلام انه في تغيير في القيادات الصحفيه الايام دي. والله يا فندم احنا بنسمع، وبصراحه سمعنا كتير قوي، بس يعني شوف التوقيت مهم في كل حاجه. وبعدين تعيين قياده صحفيه جديده حاجة مش سهلة. طبعا وليه اعتبارات كبيرة قوي. وانت ازيك؟ انا تمام الحمد لله. والمدام ازيها؟ بخير يا فندم. انت ايه رأيك في البرنامج اللي هي بتعمله على محطة قناة الشمس؟ وبصراحة البرنامج مش قد كده. يعني بتشوفه احيانا. وبتقول ايه للمدام بقى بعد ما تشوف الحلقة؟ بجاملها احيانا. بتجاملها؟ بس في العموم بقول لها على الملاحظات السلبيه الكتيره قوي اللي موجوده في البرنامج ده. هتقول لها على ايه ولا ايه؟ البرنامج كله سلبيات. وين حقيقي؟ هي مش عارفه صاحب المحطه ده مين وراه؟ شكلي كده اروح البيت اطلقها، رغم اني بحبها قوي. لا لا لا، احنا مش عايزينك تطلقها ولا حاجه. احنا عايزينك تهديها شويه. بدل ما يهيج علينا. انا جاي ابشرك بشرى خير ان شاء الله. انا شفت لك رؤيه عظيمه. انا صليت الفجر يا جماعه في المسجد ورجعت البيت وعيني غفلت الرؤيه يا استاذ كريم انك بقيت رئيس تحرير الجورنال. يسمع منك ربنا يا سيف. بعد اذنك يا قمر هروح اعمل حاجه وراجع على طول. واقف ليه يا استاذ مصطفى؟ اتفضل ارتاح. اهو كده يا راجل،
انا قول لي، هي الرؤيه كانت عباره عن رئيس تحرير بس ولا رئيس مجلس اداره كمان؟ يا جماعه دي احلام، مجرد احلام. مش كده يا استاذ فهيم؟ ازيك يا انجي؟ صباح الخير يا احمد بيه. صباح الخير يا كريم. كريم وحياتك افتح لها ستاير، خلي نور ربنا يدخل. الله صحيح، مبروك. على ايه يا احمد بيه؟ سمعت انك بقيت رئيس تحرير في الحلم. زميل حلم احلام يا احمد بيه. بس انت فرحت بالحلم ده مش كده؟ دي خزعبلات يا احمد بيه. هو في احلام بتتحقق الايام دي؟ على كل حال بخلي اللي احلم لك الحلم ده ينفعك. لازم تعرف يا ابني ان انا اللي برشح مين اللي هيقعد على الكرسي ده بعد مني. ايه مستني حاجه؟ انا اذنك حبيبي. طبعا مصلحتك تهمني. اذا كان عليا انا مش عايزاك تبقى رئيس تحرير، انا عايزاك تبقى رئيس جمهوريه. لا بلاش رئيس جمهوريه، اي رئاسه تانيه الا دي. ماشي اي رئاسه تانية بس بعيد عني. مش فاهم. ينفع حد في شغلك يقول لك تكتب ايه وما تكتبش ايه؟ يوه طول الوقت عادي كده. انك تتنازل؟ ان الحاجه تتعامل باحسان. بس احنا قبل كده في الاول يا حبيبي اتفقنا ان محدش يتدخل في شغل التاني ولا ايه؟ كام حلقة بس؟ خفاف، زراف، لطاف. الراجل النهاردة الصبح كان عاوز يطلب مني كده صراحة. راجل مين؟ صاحب الأمر والنهي في الموضوع ده. ساعديني الفترة قصيرة. بلاش بقى اللي غرقوا واللي اتحرقوا واللي اتخنقوا. المساكين والعيالين اللي مش لاقيين ياكلوا دول. بيني وبينك الناس زهقت قوي من موال البايخ ده. صح عندك حق. على اساس الناس زهقت كمان من التلفزيونات والجرايد والسيمون فيمي والكافيار والحياه الهايله. انت صح يا حبيبتي، انت صح، انت صح. انا بقولك بس الفتره صغيره. ده مستقبلي ومستقبلك. مستقبلك. بس انا شايفه يعني ان مستقبلك انك تبقى صحفي ناجح ليك شعبيه، ناس بتقرا لك تحترمك تحبك احسن من 100 رئيس تحرير ما حدش بيقرا من سطر. لا يا حبيبتي البلد دي مش ماشيه كده. البلد دي المستقبل فيها هو المنصب وبس، كبير صغير مش مهم. بصي حواليكي، فتح لي البلد من رجال الاعمال جريوا ورا المناصب لانها الحمايه والحصانه، لكن النجاح وانت ناجحه طبعا بكل المقاييس حاجه تانية. نجاح لمبه منوره زي دي، لكن بلمسه واحده على مفتاح النور ساعديني عشان خاطري. ايه يا بنتي؟ بقول
جوزك مش حصان وفرس تتسابق مين يكسب. وبصراحه بقى حياتك الزوجيه اهم من شغلك. ليه ما يكونش الاثنين بنفس الاهميه؟ بطلي حنان تتكلمي كده زي الستات اللي عمرهم ما اشتغل. اه بحبه بس كابس على نفسي. الراجل قال لك تساعديني وانت يعني هتساعديه في سرقه بنك زي ما قال لك كام حلقه خفيف لطاف، مش احسن من البرنامج كله يتلغي؟ ابعدي عن اللعب الخشن شويه على الاقل لحد ما التغيير يحصل. هبه لاحظي انك متجوزه بقالك 7 شهور بس، ودي جوازتك الثانيه، يعني اي خلاف بينك وبين كريم هيتاخد ضدك انت. الاستاذه اللي البلد مالهاش سيره للبرنامج بتاعها. ازيك يا اليكس عامل ايه؟ ازيك بيه على لما بتنورينا يا فندم. ميرسي ربنا يخليك. شوفي الشيخ يا لطيف، مش اقل من 3 أو 4 عمليات تجميل، مش ممكن. انا مش عارفه فيها ايه زياده عن اي ست تانية. يمكن عقلها يا جماعه. سلمى. ايوه يا مسيو اليكس. مع الاستاذه سلمى. سلمى حايك شخصيا؟ انا رايي انها اجمل من سلمى حايك. الدنيا حظوظ يا اليكس. المحل منور بوجودك يا مدام، تحت امرك. البرفان الجديد بتاع شانيل نزل عندكم؟ موجود من اسبوع. طب هايل، عايزه واحده، وعايزه فيشل واش ولوشن وكل الوان الروج الجديده. مدام هبه. أيوة. انا من اشد المعجبات بحضرتك. ميرسي. حضرتك الحلقه بتاعت امبارح كانت هايله، عايزين من ده كتير ان شاء الله. التوفيق دايما. ميرسي قوي. على فكرة يا أستاذة، أنا اتفرجت على الحلقة. عجبتك؟ يعني إيه؟ أصلي نمت قدام التلفزيون وأنا بتفرج. لا يا شيخ. يا أستاذة هبة، الحكاية أصل إحنا محدش بيشوفنا. بتسمعوا عن أخبار الناس من غير ما تشوفوها. لو شفتي بعينك هتفرق معاكي. عايزين نشوف إيه بالظبط؟ أنا متأسفة يا أستاذة، الظهر إن أنا نسيت نفسي. لا انا بسالك بجد، ترد انت بقى عليا بجد؟ انا مقسومه 2. فهميني قصدك ايه. ممكن تتخذ فيه تتعرضي للسرقة وللضرب. لغوستين والاغتصاب. دي حاجة متضحكش. لعلمك بقى دول ناس عشريين جدا. يا سلام. وطيبين جدا جدا جدا. انا ناوية اعمل حلقة ما حصلتش عن سلمى حايك المصرية. نص نهارها عايشه في وسط جرلان وإيف سان لوران وديور، والنص التاني ما بين مخلفات وزباله وروايح وحشرات وحاجات بايخه. انت عاوزه تعملي لنا فته اجتماعيه؟ تحريض الطاقات على بعضها. انت عاوزه تودينا في داهيه؟ مش انت اللي مش عايزني اتكلم في السياسه؟
طب اللي انت بتقولي ده كله سياسه؟ تقدمي في حاجه دي حكومه لا تلام عليها. اجتماعيات شويه اجتماعيات كده. الاعلانات هتزيد ونسبه المشاهده كمان هتزيد بس مع شويه تجديد. صح والله العظيم صح. هبه بتتكلم صح. بقول لكم ايه، موضوع الجواز والعنوسه وقهر المراه ده موضوع ملغم سياسه. كل دول اتعمل. احنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا، هنسوق الهبل على الشيطان. قهر المراه؟ طب والله موضوع كويس ومش بطال. شوف دلوقتي اقتنعتي يا ناس؟ والموضوع بقى حريه ولا المساله زفت كلام؟ بص يا تامر، انا عايز اقول لك حاجه، طالما في قوه اكبر منك وبتلوي دراعك يبقى مفيش داعي انك تسيبها لغايه ما تكسر. غدا واللي انت شايفاه غلط بقى احنا هنعمله. اه ساكت انت، مش فاهم حاجه. مفيش هبه، على ذكر قهر المرأة، في مقالة النهاردة مهاجماكي بوم شديد شوية. زي ما جورنال بيكتب حاجات كويسة عنك، هو لازم برضه يكتب حاجات كده. هي دي الموضوعية. كبري دماغك يا ستي. هبة، هموت من الجوع. احنا ليه ما بنخلفش؟ انا شخصيا ما عنديش مانع. انت اللي متردده ازاي هتطلعي على الشاشه وانت حامل؟ والبرنامج بتاعك هتعملي فيه ايه؟ شغل ايه وبرنامج ايه؟ انا عندي اهم 100 مره ان احنا نعمل عيد. انت ايه رايك؟ بلاش استعجال. وجود طفل محتاج مجهود كبير مني ومنك، وبعدين غيابك عن الشاشة مش جاهز يأثر على شعبك. ساعات بسأل نفسي احنا بنعمل ايه بالجواز؟ عايشين في بيتي جنة، كأنه سويت في اوتيل 27 نجم. ايه؟ مش حابة البيت ولا ايه؟ حباه طبعا، حباه. انت في شغلك طول النهار وانا كمان زيك، نادر لما بناكل مع بعض في البيت. الحاجه الوحيده اللي بتجمعنا السرير. الكلام ملوش معنى ده هبه. بالذمه ده كلام ملوش معنى؟ ايه في ايه؟ ده حمدي منصور، انت مش عارفاه ولا ايه؟ عارفاه ولا مش عارفاه، احنا مالنا بيه؟ لازم اسلم عليه، ما يصحش. بس كان هو ما سلمش عليك يا كريم. ما شافنيش يا هبه، انت عارف الراجل مركزه، عيب قوي لو ما سلمتش عليه. نص دقيقه وهرجع لك على طول. اهلا حمدي باشا. اهلا بالصحفي الهمام، انت فين يا استاذ؟ خليك مستريح يا فندم، انا تحت النظر. اعرفك سعادتي يبقى سعاده السفير احمد مراد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا كريم، اهلا. جو باك، جو باك. انا عايز اعرف انتوا ليه مدبقين سعيد مبروك عندكم في الجريده؟ والله ابدا يا باشا، بس عشان يبقى فيه مصداقيه. بس هي لانك انت انا مش كريم بس احسن صح. حمد باشا، انا عاوز سيادتك تدعمني. ايه بالظبط كده؟ حضرتك عارف ان في حركه تمويل في المؤسسات الصحيه ولا مرشح؟ قصدي يعني احد المرشحين لمصر الاسلاميه. انت رئيس هبه، قدري الظرف اللي كنت فيه. الراجل واصل وكلمته مسموعه ومقرب من رئيس الحزب ورئيس الجمهوريه. اه صح، ما عنده جناحات بيطير بيهم يا كريم، بس ده مش معناه انك تجي على لوحدي على الترابيزه والناس تقعد تتفرج عليا. انا مش فرقه يا اخي.
بس مش ضروري يعني يا هبه كل ما تشوفيني بجامل حد مهم تحسسيني ان انا صرصار. ايوه يا رشدي، ازيك؟ بقول لك ايه، انا مش عايزه البرنامج يقع، لازم نفضل محافظين على المكانه اللي احنا وصلنا لها. وشوف ايه كمان بقى، انا مش عايزه معدين، انا اللي هعد البرنامج بنفسي. عايزه ارجع صحفيه تاني. ايوه ما فيهاش حاجه يا اخي، عايزه اشوف بني ادمين حقيقيين. لا لا يا رشدي، انا عندي موضوع. كلمني واحد صاحبي دكتور نفساني عنده حاله في المستشفى ومستعده تتكلم في البرنامج. هو رايي ان ده مفيد ليه صحيا طبعا، امال ايه. لا لا لا، هروح لوحدي. جامعه القاهره. على ايامي كانت الجامعه حلوه كده زي اللي في الصوره. انت عرفتي ازاي ان انا بص على الصوره دي؟ دي كنا في رحله للهرم. عارفه مين اللي ماشي قدامي ده؟ محمود سعد المذيع، بس هو اكبر مني بسنتين، قولي 10 كده. دي لما اشتغلت في الفندق. الزمن ما بيرحمش حد. ليه كده يا اماني؟ ما انتي لسه زي القمر اهو. كل الصور دي مش شايفه لك صوره مع فتى احلام، حبيب عاشق. ما هو انا لو كنت لقيت حبيب كنت صورت مع مدر الصوره 10. عندي صور مع اصدقاء زملاء، لكن حبيب ما فيش صور ولا حتى في خيالي. معقول كل الرجاله اللي في الدنيا دي وما لقيتش راجل تحبيه؟ مش غريبه دي؟ حبيت وكرهت. هاي تحبي نتكلم في الموضوع ده؟ بدل ما انتي قاعده ما بتعمليش حاجه كده اعملي لنا فنجانين قهوه. حاضر يا امان. مش من هنا، من هنا. قولي لي يا امان، كلميني عن حياتك العاطفيه. الرغبه الجنسيه يعني حاجه طبيعيه. بصي انا جبت دي عشان البسها وانا طالعه عندك في البرنامج. ايه ده؟ جبتيها منين؟ اشتريتها. باروكه بيضة يا اماني. امال اجيبها يعني لونها ايه؟ فستقي وقار وقار. هي فعلا وقورة عليكي جدا. ها ناويه تتكلمي في الموضوع ولا لا؟ اه طبعا ناويه. يا اماني انت كنت شغاله في ترين طارد، يعني اكيد العرسان كانوا هيموتوا ويخطفوكي. اتفق على حاجه؟ ايه هي؟ في فرق بين راجل بيحب ست وراجل عجبها واحده ست. انا عجبت رجاله ياما، لكن مين حبني عشان احبه؟ حكايه ان الست تبقى في حضن راجل دي مش سهله خالص. وبعدين عمري ما كنت في فاترينا عشان عمري ما كنت للبيع. عشان كده اتخليتي على الحب؟ لا بالعكس، انا ما رضيتش بقى الا من الحب بس ما لقيتوش. والعذريه؟
مال؟ انا عذراء. ايوه ليه؟ انت فيها ليه؟ قصدي يعني على اعتبار ان شرف البنت زي عود الكبريت، ولا على اعتبار ان ده شرط من شروط الجواز؟ سبب تاني خالص، ان انا ما كانش عندي حياه جنسيه، فكان لازم اكون عذراء. هبقى غير عذراء ازاي؟ ما هي الست عشان تبقى غير عذراء لازم يكون في حياتها راجل. ايوه، فارس الاحلام كامل الاوصاف. ما تتريقيش. فارس الاحلام كامل الاوصاف، راجل يحطني في عينيه واحطه في عينيه. ليه لا؟ كلنا محتاجين حنان، دي حاجه انسانيه، محتاجين حد يملى قلبنا ويحضننا. طبعا حنان حلو قوي، بس المهم انه ما يخلصش البنيات في الاخر. مالك يا نصراي؟ تعالي. في ايه؟ ظهري بيوجعني من وانا عندي 17 سنه لغايه 27. ما اقولكيش كان عليا زحمه، بس زحمه الفرجه بس، واللي انا حبيتهم كنت عارفه ان هما بيحبوني خافوا مني. اللي يقول يا عم دي عايزه الواحد يسيب شغله ويشتغل كفير عليها، واللي عايز يخطف خطفه ويجري حسب شطارته. ده طبعا بقى يغرق عروض العرب والاجانب. اللي انا مش قادره اتصوره واحد يشوفني دقيقتين ثلاثه وفي الخمسه يقول لي تتجوزيني. من وانا بقى عندي 27 سنه لغايه 37 كل حاجه. نساء مني؟ لا يا دكتور، كل الرجاله اتفقوا على راي واحد، واحده زي دي تقعد لغايه دلوقتي من غير جواز ليه؟ اكيد معيوب. وحياتك، حياتك الجنسيه يعني طول السنين دي كانت فين؟ في الاحلام، واحيانا كنت بتعب نفسي. اكيد يا بنصراي بلاش اباحه. ومن 37 ل 47 ايه اللي حصل؟ دنيتي اتغيرت ونفسيتي اتغيرت. الكل كان بيتعامل معايا على اني عانس، حتى نوعيه العرسان اللي كانوا بيتقدموا لي برضو اتغيرت. اماني لو تقدم لك عريس دلوقتي تعملي ايه؟ لا خلاص بقى، يفيدني بايه الجواز دلوقتي؟ الجنس مستحيل اهين نفسي واتجوز شاب صغير، استنزفه جسديا ويستنزفني ماديا، وهيفضل مش طايقني، ويمكن يعرف عليا بنت صغيره. بفلوسي؟ مش شرط يكون شاب صغير، راجل مناسب. يعني يبقى في سني او اكبر بكام سنه، يعني نقعد جنب بعض على الكنبه نتفرج على التلفزيون. طب هتعملي ايه في حياتك دلوقتي؟ عايزه افضل هنا في المصحه، هنا مش لاقيه صعوبه اني اتفاهم مع اي حد، كل واحد بيعزف نغمته، ومع ذلك مفيش نشاز. مساء الخير. برحب بيكم بجنانجي، نهاية المساء وبداية الصباح. الحقيقة الأسبوع ده احنا قررنا نبعد عن كل المشاكل والهموم، ونسبح بعيدا عن بحر السياسة المليء بأسماك القرش المتوحشة. يعني حبينا نرفه عننا وعنكم شوية، ونتكلم عن أجمل المشاعر. حواء هي الأنوثة والجمال، هي العطف والحنان، هي صانعة الخبز وصانعة الحب، وأم الولد وأم البنت، وسند الرجل وبهجته وكمان متعته. لن أطيل حتى لا تتهموني بالتحيز للجنس اللطيف، مع أني متحيزة جدا ليه. أنا عايزة أحيي ضيفتي، أحييها على شجاعتها. منذ أن شعرت بأنوثتها قررت ألا. شجاعتي؟ تقولي المجنونة دي؟ فظلت تبحث عنه وتبحث عنه إلى أن انتهى بها المطاف في مصحة نفسية. دعوني أرحب بالإنسان التي قدرت نعمة الإنسانية. اهدي بس يا مدام أماني، دي كلها شك الدبوس. بكره الدبابيس، وكمان ما جبتش الدواء بتاعي. معلش يا فندم، انا اسف على ازعاج حضرتك، انا عايز اطمن بس حضرتك بتتفرج على البرنامج ولا لا؟
كلام في الحب ومشاكل العشاق، لا سياسة ولا هم ولا غم ولا أي حاجة يا فندم. ربنا يخليك يا فندم، مع ألف سلامة. مع السلامة. أنسة أماني، من غير مقدمات، أنا عايز أعرف إزاي الحب يوصل إنسان لمصحة نفسية؟ مش الحب بس، كل حاجة حوالينا دلوقتي في البلد دي لازم توصل مصحتها نفسية يا هبة. الله يخرب بيت أبوك يا شيخ. بلاش كل حاجة حوالينا، اعملي معروف، خلينا في الحب بس. ها، إيه مشكلتك معاه؟ أنا مستهدفة من وأنا عندي 15 سنة. عجبني التعبير. بس عمر ما سمحت لنفسي إني أكون هدف لأي حد. طب الأول يا أماني كلمينا عن حياتك الأسرية والاجتماعية. أنا من بيت مصري متوسط، يعني تقدري تقولي كده مبسوطين. خريجة كلية آداب قسم إنجليزي، وكمان درست فرنسية وإيطالي. أنتي بتشتغلي؟ لا دلوقتي، لا بعد المصحة. لا لا، أنا شفتك بتشتغلي في المصحة. ده انتي ما بتكنيش يا شيخ. انا اشتغلت قبل ما اتخرج، اتعينت في اوتيل 5 نجوم وظيفه في الاستقبال، وبعد ما اتخرجت من الجامعه بقيت مديره العلاقات العامه في نفس الاوتيل. يعني الجمال والاناقه واللغات، كل دي مؤهلات تميزك عن اي حد تاني في اي وظيفه. انا ايام شبابي كانت مصر لسه من غير حجاب. يعني ايه يا اماني؟ طبعا مش قصدي الحجاب اللي بيتحط على راس الست، انا قصدي حجاب العقل، الدماغ. انت شايفه ان مصر دلوقتي محجبه؟ يا نهار ابيض، بقى في حجاب وحجاب، وكل حجاب شكله ولون. وعلى فكره لو كان الحجاب اللي بيتحط على الشعر قماش، فالحجاب اللي بيتحط على العقل بيبقى حديد. انا عايزه اقول لحضراتكم ان في القرون الوسطى كان في حاجه اسمها حزام العفه بيلبسوه الستات. لا بس ده مش موضوعنا يا اماني خالص. رجع تاني النهارده لكن بشكل مختلف طبعا خالص. يا الستات في القرون الوسطى كانوا بيلبسوا حزام العفه على ال ايه بقى وليس الاداب يا ماما. ايه بقى فاضل على الدماغ؟ لا 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 يا اماني، ما ينفعش. مش معقول يا اماني، مش اي حاجه كده تتقال على الهوا، حرام عليك. عموما رايحين فاصل وهنرجع لكم تاني. اقفلي المايك يا اماني. يعني ايه؟ تعالي انت عايزه تمخوليني، مش انت اللي قايله لي ان انت اللي عملتي لنفسك حزام عفه؟ لا طبعا، انا كنت عفيفه بجد. وانا كفرت قبل الفاصل جالك الارمل والمطلق وابو كرش واللي مفاصله بتوجعه والبخيل والاناني. عادي، كنت برفضهم ونزعل انا وماما ونتخاصم شويه وبعدين نهدى ونرجع نصطلح تاني، لغايه ما حصلت المصيبه الكبيره. كان يوم اجازتي من الشغل وماما صممت ان انا اوديها النادي، مش عارفه ليه، مع انها عارفه ان النادي ده بقى حاجه سخيفه جدا، بس هي صممت لحاجه معينه في دماغها انا ما كنتش عارفاها. بقى انت مش عارفاها يا اماني؟ مش مصدقاكي. المهم ان انا طوعتها. انا عايزه اخد لون، ما تيجي تقعدي مكاني وانا اقعد مكاني. حاضر. هو انت هتفضلي تقري كده على طول؟ وفي ايه تاني ممكن اعمله؟ تمشي رجليك، وبالمره هتجيلي معاكي جورنال ولا مجله تسلى فيها. حاضر. على 7 بالليل الا طبعا ايام الاجازات، بس احب بضطر ابات. اتفضل. المفروض الهانم الاول. ميرسي قوي قوي. اتفضل يا احمد. سلطه جنبي. بون ابيتي. انا عايزاك تغرف كمان، اصل احنا هنا ما بنعرفش نعزم. اصل الحقيقه بحاول اعمل ريجيم. عرفته الراجل بتاع النادي؟ احمد بيه فضل الله. احمد فضل الله درويش. انا لسه فاكره اسمه بالكامل لغايه دلوقتي. احمد خليكم معانا. احمد بيه درويش. قوم يا استاذ، جايبين سيرتك في التلفزيون. قوم يا راجل، الست المجنونه اللي انت كنت هتتجوزها قبل مني جايبه سيرتك في التلفزيون. كان مدير عام في وزاره من الوزارات اللي ملهاش لازمه. ما احنا قلنا بقى ان احنا على الهوا، انا في عرضك. حاضر. الروب عشان ما تبردش.
هل ذكرت اي اسماء يا سناء؟ ايوه يا استاذ، قالت اسمك بالكامل، احمد فضل الله درويش. ايه التفاؤل ده؟ ما هي اما كده يا اما ارضى بزن امي على دماغي وبكائيات على بختي المايل طول الوقت، بس انا بقى كان ليا شر. بالطبع ده تشهير ومن حقي رفع قضيه واوديها في 60 داهيه. دي مجنون، هي عندها عقل عشان توديها وتجيبها. اقصد المذيعه يا ماما. واتفقنا نخرج سوا. حلو، احكي لي. عزمني على العشاء. طب ده رومانسي، مالكيش حاجة امان. بس العشاء عمره ما جاء. ليه وزاره الصحه شمعت المحل ولا ايه؟ الموضوع اتحسن واحنا بنشرب العصير. انا احنا لسه ما طلبناش. اظن دي تحيه منهم. انت زبون مهم هنا بقى. كل حفلات معالي الوزير بتكون هنا. اقل فاتوره بندفعها من 10 ل 15000 جنيه. على كده دول ممكن ما ياخدوش مننا حساب العشاء؟ مستحيل، انا مش بتاع الحاجات دي. مساء الخير. مساء الخير. على فكره هنا عندهم نوع لحم فاخر استرالي. تصوري اثناء تربيه العجول بيسمعوها موسيقى وبيدلكوها. انت تطلب على مزاجك وانا هطلب على مزاجي. المفروض ان احنا الاثنين نطلب زي بعض، لان يعني لما هنتجوز مش كل واحد فينا هياكل أكلة مختلفة عن التاني. البيت بيبقى له نظام، وبره البيت عادة بيبقى بره النظام. أنا هطلب سمك، بس أنا من أنصار اللحوم البيضة. متر؟ أوامرك يا أحمد بيه. أنا عايز نوع اللحمة اللي أنا بحبه، أما الهانم أغلى وأحسن نوع سمك عندك يا مير. تحت أمرك يا أحمد بيه. بس خلي بالك إحنا مش مستعجلين، عندنا كلام كتير عايزين نقول. إحنا رغم إشارتك يا أحمد بيه. من ورا فهم. أتكلم أنا ولا تتكلم أنت؟ أنا وأنت مش هتفرق. يبقى أتكلم أنا. لعلمك أنا راجل واضح وصريح ودغري. عشت حياتي كلها مستقيم زي شريط القطر. وناوي أكمل كده. الحمد لله. أما رشحوكي ليا عشان أتجوزك عملت تحرياتي واكتشفت إنك زيي بالظبط، وعشان كده عجبتيني. هل لما أنت شفتيني عجبتك برضو؟ شيء طبيعي، وأنا خرجت معاك ليه؟ أنا قلت كده برضو، تصوري من نظراتك الخجولة ليا. أنا شايف إن العشرة بيننا مش هتكون مستحيلة، لأن في قبول متبادل. بس أنا راجل أحب المسائل تبقى واضحة. اللي أوله شرط آخره نور. اتفضل. أمال إحنا هنا ليه؟ عشان نسمع بعض على الأقل؟ أحب أكون واضح وصريح. يا ريت. أول حاجة عايزك تلتزمي بالحجاب. ساكتة ليه؟ أفضل أسمع شروطك كلها للآخر وبعدين نتناقش فيها. وانا كمان بعدها هبقول لك كل شروطي برضه نتناقش. اتفضل. انا عندي شقه براح 160 متر تمليك، ثمنها مدفوع بالكامل. فرشها هيكون عليك بالكامل. بالكامل ازاي يعني؟ شوفي يا حبيبتي، واسمحي لي اقول لك يا حبيبتي، اعمالا بمبدا المشاركه بيننا وبين بعض، دايما فرش الشقه بيبقى على ذوق العروسه وعلى حسابها بالكامل. ماشي الحال. عشان كده انا كتبت مبدا المشاركه في حياتنا بيننا وبين بعض، واسمحي لي ان انا اتلوه عليكي. اداره البيت التنفيذيه حق مطلق ليكي، لكن الاداره السياسيه بتاعتي. مش فاهمه. يعني مفيش اي صغيره او كبيره تتم في البيت الا بعلمي، حتى لو كنت هتشتري كيلو بطاطس للطبيخ. وكمان انا اللي هطبخ. انا راجل احب اكل من ايد مراتي، وما احبش الشغاله تبقى في البيت. اوعى تكون بتتكلم جد، امال مين اللي هيعمل شغل البيت؟ انا وانتي. انتي هتغسلي وانا هاكلي، انتي هتنضفي وانا هلمع، وهكذا. وماذا بعد؟ انتي قلتي ايه يا حبيبتي؟ وماذا بعد؟ جمله دايما بسمعها في المسلسلات التاريخيه. بالنسبه للمرتب، مرتبي ومرتبك هيتحطوا على بعض، وانا اللي هحدد اوجه الصرف.
مصروفاتي الشخصيه وبنزين عربيتي ولوازم الستات والكوافير. كوافير ايه بقى؟ ما احنا قلنا هنلتزم بالحجاب والبنزين حكايته منتهيه. منتهيه؟ منتهيه ازاي؟ انا عايز اعرف. احنا بيت واحد يعني عربيه واحده، انت تبيع عربيتك وانا ابيع عربيتي ونجيب عربيه جديده وابقى اوصلك الشغل وامر عليك اخدك البيت. طب فرضنا، وفرضنا ليه؟ ما اكيد حاجه زي دي هتحصل. فرضنا بقى انك سافرت مع مسؤول من بتوعك، اعمل انا ايه؟ وارد طبعا في الحاله دي تتفقي مع زميله ليك انها تمر عليكي وتاخدك معاها الشغل، واذا زنقت قوي تاخدي تاكسي والامر لله. اخد تاكسي وامري لله؟ ليه العربيه ما تفضلش معايا؟ اخاف عليكي من السواقه يا ماما. عندك شروط تانية؟ اتفضل قول. هي مش شروط ولكن هي امور انسانيه من الواجب ان احيطك علما بيها. اتفضل. ماما عايشه، ربنا يديها طول العمر، عندها 72 سنه وهتعيش معانا. مش بالظبط، لكن هي بتحب تغير جو كل شويه. اهلا بيها في اي وقت. اصيله وبنت ناس، صدق اللي قال اللي يصبر ينول. استاذ احمد، احنا قلنا ان في مناقشه. بس البشاير باينه على وشك. عموما انا جاهز للمناقشه. ايه ده يا ماما؟ انت بتشربي سجاير؟ لما نتفق هبطلها. استاذ احمد، انت عاوزني اتحجب وافرش الشقه بالكامل على حسابي، بطبخ وانظف وتاخد مرتبي تبقى المدير المالي، والعربيه مش عاوزها، وعاوزني كمان ان شاء الله اخدم ست الوالده لما تيجي تقعد معانا على طول. انا موافقه، بس عايز اسالك سؤال، لو رديت عليا صح هبقى فعلا موافقه. اسالي يا ماما. كل اللي فات ده انا هعمله وهقدمه، بس في المقابل عاوزه اعرف انت هتقدم لي ايه؟ مهر وشبكه طبعا. مش قصدي، قصدي في الحياه، في العيشه المشتركه. هبقى جوزك. يعني ايه هبقى جوزك؟ يعني هبقى جوزك. ايوه يعني ايه؟ عاوز اعرف هتبقى جوزي دي معناها ايه؟ شويش يا ماما، مش كده، نتناقش بهدوء. دي مش مناقشه، ده سؤال وجواب، سؤال وجواب وتخلص الحكايه. انا عاوز اعرف هتبقى جوزي يعني ايه؟ جوزك يعني جوزك. يعني انت معايا تعاشرني؟ انت راجل اهبل. اه والله اهبل، يعني عايز تاخد فلوسي وتشغلني خدامه وتفرض عليا شروطك وشروط امك وتقول لي هتبقى جوزي؟ لو كان الجواز ما فيهوش غير النوم على السراير يبقى من حقي اختار الراجل اللي ينام معايا. يا راجل يا عره. لا 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 لا، انا عمري ما شفت كده. الست دي مجنونه، عشان كده قاعده لغايه دلوقتي من غير جواز، لانها مجنونه. انت مجنونه يا ماما، يا مجنونه. اماني، انت ليه وافقتي تيجي البرنامج ده؟ طب انت ناويه ترجعي المصحه تاني؟ بجد هبه كنت هايله النهارده، الحلقه كانت ممتازه حقيقي. عجبتك يا حبيبي؟ هلال بيكلمني النهارده ومبسوط جدا منها، بيقول ان الهانم كمان هتتبسط منها. ايوه كده هبه، الحلقه بجد كانت تحفه. شفت لها بس يا سلام. راجعه مش على بعضك ليه؟ انا لا على بعض ليه؟ شايفني عامله ازاي يعني؟ وانا اللي عايز احتفل بنجاح الحلقه بتاعتك. انت ما عندكش طريقه ثانيه غير السكس هي اللي تحتفل بيها؟ والله انا احب اقدم احسن. انت شارب ايه بالظبط؟ انت اللي غابت ضيعت فرص من ايديك. مش
صاحبة الكشك هتعرف مكان الست. أنا كنت متزوجة في حضرة الدكتور سيد، ومش قالك إن صاحبة الكشك عامل مصدر معلومات؟ قال أصحاب مش صاحبات. ما شاء الله سيدنا فزع ولا شيء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين بيت الحاجة آيات. السجانة؟ أيوه. ده ربنا يلطف بيها. يا واد يا مصعب. يا حاجة. تعالى ودي المحروس والمحروسة لبيت الحاجة آيات. فولو مي. شكرا. اهلا وسهلا يا مرحى. اسفين على الازعاج يا حاج. انا مش الحاج، الحاجة تعبانة جوه قاعدة في البلكونة بتتشمس. حضرتك مدام صفاء؟ أيوة. الحقيقة احنا كنا جايين عشانك. انتوا مين؟ احنا من التلفزيون، برنامج نهاية المساء بداية الصباح. وانا مال انا ومال التلفزيون؟ احنا عايزين نستضيف حضرتك في البرنامج عشان تحكي حكايتك. حكايتي؟ وانتوا عرفتوا حكايتي منين؟ وعاوزين حكايتي تعملوا بيها ايه؟ مفيش يا ست الستات، دول ضيوف بس ضيوف رزلين. مدام صفاء، حضرتك حالة نادرة، انت تقريبا اول سجينة تخرج وتعيش مع السجانة بتاعتها بعد ما يفرجوا عنها. لا انتوا مش عاوزين الحكاية دي، انتوا عاوزين الحكاية اللي قبلها، الحكاية اللي بسببها دخلت السجن. مدام صفاء يا ريت تقبلي نعمل حوار في الحكاية القديمة والجديدة. بكام؟ هندفع اللي انت عايزاه. مش فلوس. امال ايه؟ هقول لكم، بس قبل ما تقولوا ايوه او لا اسألوا الرئيس بتاعكم، عشان المسألة اكبر منكم بكتير. الف سلامة يا حاج، ربنا بعد الفرج. برنامج نهاية المساء بداية الصباح تكفل بعنادي أحسن مستشفيات وأكبر تكاليف. والمدام جابت موافقة من رئيس التلفزيون بتاعها. ربنا يستر يا بنت. سلامتك يا حاج. طيب الأول نتكلم على تفاصيل وعدك في بيت الحاجة آيات اللي هي السجانة بتاعتك. احنا الاثنين كنا محتاجين لبعض. هي ربنا يشفيها ست صاحبه مرض، كانت محتاجه اللي يقعد جنبها ويشوف طلباتها ويرعاها. وانا لما خرجت من السجن ما كانش ليا اي مكان اعيش فيه، كان لازم الاقي لي حد اعيش تحت ظله. بعد الاهل ما راحوا، واللي اتفرق اتفرق، واللي اتغرب اتغرب. بس ازاي بقى في صداقه بينك وبين الحاجه ايات السجانه بتاعتك؟ الحاجه ايات كانت محبوبه من الكل، كانت مريضه وهي بتشتغل، وبعد ما طلعت معاش كانت بتيجي تزورني. انا اكتر واحده كنت بفرح بالزياره دي عشان ما كانش في حد بيزورني. انت كان محكوم عليكي بقد ايه؟ 15 سنه. وجريمتك كانت ايه؟ قتل. غريبه يا صفاء، مع اني شايفاكي انسانه وديعه ورقيقه، صعب قوي الواحد يتخيلك وانت بتقتلي. هي لحظه يا استاذه، لحظة ربنا يكفيك شرها. شرارة تعمل حريقة ممكن تحرق بلد وتنسف عيلة بحالها. طيب مستعدة تبوحي بقى وتفضفضي ولا ايه؟ ما الجرايد ايامها قالت وعادت وزادت. النعجة ما بتحسش بالسلخ وهي مدبوحة. احنا ناس شعبيين، والناس الشعبيين بيعرفوا بعض ويودوا بعض ويخنقوا بعض. ابتدت الدنيا تبقى سودة في اليوم اللي مات فيه المرحوم أبويا. هو اللي كان بيصرف علينا وعلى البيت. أمي كانت سبقت أبويا من زمان. أنا الكبيرة، وبعدين وفاء، الصغيرة هنا. احنا الثلاثة كنا شغالين في الحكومة، لكن ماهية الحكومة ما بتجيبش عيش حاف.
ابويا كان مربي واد صنايعي يعني. سعيد الخفيف يومها سعيد كان متشحت، اكيد كان بيسال نفسه يا ترى الدنيا هتعمل فيه ايه. خير يا بنات؟ شوف يا عم شرع الله أمر، انت ليك في ورث ابونا. ابونا ما كانش حيلته غير المحل والبضاعة اللي فيه. الاول هتعملوا ايه في المحل؟ المحل ابويا يفضل زي ما هو. ايوه يا عم اسم ابويا لازم يفضل على المحل. ايوه يا بنتي انا قصدي مين اللي هيشغله، مين اللي هيدير اموره سواء في البيع او في الشراء. قول لنا الاول ناوي تعمل ايه في نصيبك ونشوف هندبر امورنا ازاي. انا مش محتاجه اقسم بنات اخويا في ورثهم، حد الله ما بيني وبين اي حاجه. اذا كان الكلام ده اكيد يبقى يتكتب على ورق. عيب يا وفاء، مش هو اللي قال، هو انا اللي قلت؟ وماله يا بنتي يتكتب على الورق وقبل ما اخرج من البيت هكتب تنازل؟ ده انت ولايا وعيب ان الواحد يطمع فيكم. ربنا يجازيك خير يا عم، ده عشان انا فيك برضه، بعدين انت اللي فاضل لنا. يرجع مرجوعنا للمحل. احنا اخدنا اجازه بدون مرتب وبنفكر نقعد بنفسنا نباشر المحل. وانتوا تفهموا ايه في شغل الحديد والبويات والمسامير والمفصلات والكوالين؟ كنا بنسمع من بابا الله يرحمه، والواد سعيد الخفيف طول عمره شغال في الدكان وفاهم في كل حاجة. أهو هنشرف عليه لغاية ربنا ما يحلها. مدام الحكاية إشراف وفي واحد بيفهم في الشغلانة دي، فهقوم أنا بمهمة الإشراف. هاتولي ورقة وقلم أكتب لكم التنازل. اهلا وسهلا ست وفاء، خطوة عزيزة اتفضلي اطلعي برا انا عايزاك في كلمة. خير يا ست وفاء؟ انا مش ست، انا الانسة وفاء. اما تكلمني تقولي يا انسة وفاء، فاهم ولا انت ليك رأي تاني؟ عمرك يا انسة وفاء. بابا متوفي بقاله قد ايه يا سعيد؟ بقاله اكتر من 3 شهور. والمحل مفتوح وصحابه ما بيشوفوش منه ولا ابيض ولا اسود. انت بتسرق يا لك؟ الله يسامحك يا انسة، انا اسرق اولاد الحاج سالم ابو الزن؟ ده انا احط ايدي في خزان ما يتنر ولا مد ايدي على قرش من فلاسكو. ما ما بنشوفش حاجه ليه؟ عدم المؤاخذه السؤال ده مش ليا، السؤال ده تسأليه للمحترم عمك. أو قاعد قدامك بيلعب كوتشينة على المشاريف. معقول يا ربي خير المحل دي على القهوة؟ سعيد مش ممكن مصاريف الشاي والقهوة والكوتشينة تبلع رزق البنات. سعيد انت في حاجة تانية؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم يا بنات أخويا. الحقيقة انتوا أساتذة في الأكل. بالصحة والعافية يا عمي. بقول ايه؟ بقول يا بنتي هو المحل ما بيجيبش فلوس ولا ايه؟ ما انت عارف المحل هو اللي بيصرف على البيت. قريب قوي ان شاء الله، كلها كام يوم؟ دول 3 شهور يا عم. ايوه ما هو السوق كان ضعيف ولسه ضعيف. هو انت عرفت ازاي اذا كان ضعيف ولا ما ضعيفش؟ هو انت مش بتقعد على القهوه طول النهار؟ انت بتقولي ايه يا بنتي يا مفعوص انت؟ من غير شخط لو سمحت، هي ما قالتش حاجه غلط. ده انا جاي اتحاسب بقى. عمي مصاريف القعده على القهوه طول النهار مش حكايه، وتمن السجاير بتاعت بلاد بره مقدور عليها، ممكن يفضل لنا حاجه نعيش بيها،
لكن تمن الافيون بقى غالي، ممكن ياخد رزق المحل وياكل راس ماله كمان. اقعد لي خلف ثلاث حربيات زيكم، لازم يموت بدري تكم البلد. مفاتيح المحل يا عم. مفاتيح المحل؟ ادي مفاتيح المحل. ها؟ اوعي. والله لو اوريك. وهنعمل ايه بقى دلوقتي في المحل؟ سعيد اثبت انه اصيل وفاهم في الشغل، وهنجرب ونشرف عليه بنفسنا. لو عايزة جوه المخزن يبقى ايدك معايا. لا يبقى خلي المخزن اللي بعدين، يبقى ستفها جوه منه كويس على مهلك لما تلاقي نفسك فوت. يلا البضاعة دي شاريها نقدي ولا بالأجل؟ دفعنا جزء وعلينا الباقي. مضيت على أي كمبيالات ولا شيكات؟ المرحوم له سمعة في السوق وأنا تربيته، يبقى حالنا ماشي. الواد سعيد الخفيف طلع تقيل، الحال مشي معاه بقى عالي العيال كله اخلاص. كويس ابن المرحوم نكلم المرحوم خلف ثلاث سحالي. بنت يا وفاء، بنت يا بنت. في ايه يا عم؟ عايز حق في الورش. ما احنا خلصنا من الموضوع ده خلاص. ولا هي قلة الافيون بتخلي البني ادم يخطرف في الكلام؟ انت بتقولي ايه يا بنت؟ بتقولي ايه؟ واحد لا راجل يا طيب، دي بنت اخوك. انت بتمسك دراعي يا مرمطون يا زباله. بطلب منك السماح اكراما للمرحوم وعشان عظم التربه. البضاعة اللي كنا شارينا بالأجل سددنا التمن، والكهرباء مدفوعة والإكرامات اتسددت، وده حقكم 1960 جنيه مكسب صافي. وأجرتك يا سعيد؟ يعني ما جبتلناش صيغة أجرتك؟ أيوة، ما أنت لازم بقالك ماهية وكده يعني. ما يعني هعمل إيه بالماهية؟ ما طول عمري عايش في عزكم من وأنا عندي 8 سنين. لا، المسائل اختلفت دلوقتي يا ابن الناس، وكل واحد أولى بحق. شوف، يا يعني نتفق على أجر معلوم يا تاخد نسبة من الأرباح. ها ايه يرضيك؟ اي حاجة، اي حاجة تشوفوها وتوافقوا عليها انا موافق عليها على طول. طب بالاذن انا عشان عندي شوية شغل في دماغي. مع السلامة. ليلتك بتفرق. احنا هنتشاور يا سعيد ونبقى نديك خبر. صباح الخير. ازيك يا راجل يا عترة؟ قال المعلم عصران. اتفضل. الاستباحه بتاع المعلم عصران. يلا خلي عنك انت. دودو نور القهوه يا معلم. فنجان قهوه ساده للحاج فتحي، وانا الشيشه، وغير كده مفيش، عشان عندي لي حاجه حلوه. عاوزك تعدل دماغك تظبط نفوخك. دي نفحه كبيره قوي يا معلم. انا بحب اجيب من الاخر. انا جاي وطالب ايد بنت من بنات اخوك الله يرحمه. انا فيهم اللي تقول. خد هيك والله. احنا رميه يا راجل، يا معفن يا ريم.
محتاجين راجل وسطينا، كل واحده فينا كانت بتتمنى راجل تعيش في ظله. ويمكن لا بعد اذنك، كنتوا محتاجين الراجل ده ليه؟ حمايه وامان وسند، وكل واحده فينا كانت بتحلم براجل. يعني انا هقطعك تاني يا صفاء، الراجل مش بس عشان يبقى امان وحمايه وسند. هو في ست في الدنيا تقدر تنكر حاجه زي كده ولا تختشي منها؟ طبعا يا استاذ، احنا الثلاثه كنا بنحلم كل واحده يبقى لها عريس، وكنا مستعدين كمان نرضى باحسن الوحش. بس انا مش عارفه ليه ما كانش حد بيخبط على بابنا، يمكن عشان مش حلوين. طب ما في بنات اوحش مننا واتجوزوا، يمكن عشان عمي افيونجي، الله اعلم، ولا عشان ابويا الله يرحمه ساب لنا تركه عبيطه متقسمه على ثلاث بنات، مش عارف. بس اهو يعني كنا بنصبر بعض ونقول النصيب. انا ووفاء وهناء كنا عايشين في الحته مكمورين كامله الفول المجنس، لا بنتفسح ولا بنشوف دنيا. قلنا نفك عن نفسنا، احنا واخدين بعض وطالعين على اسكندريه. خدنا معانا الواد سعيد الخفيف، ما هو زينا، لا بيشوف دنيا ولا بيتفسح، ومكمور في المحل بيبقى حمايه لينا. عاوزة اقول لكم على حاجة بس خايفة يركبكم عفريت. يا اختي قولي، يعني هو في عفريت من اصل لما تركبنا ولا تركب غيرنا؟ اه والله احنا الثلاثة ولاية، يعني هنبقى ملطشة للقريب والغريب. لازم نتجوز. لا مؤاخذة، جرى ايه صفاء؟ يعني هنزل اخطف واحد من الشارع واقول له تعالى اتجوز واحده فينا؟ ايام ما كان في عرسان ابوك كان بيطفشهم، دلوقتي في حد قال يا جواز واحنا قلنا لا. ايه رايكم في سعيد الخفيف؟ ده خدام عندنا دلوقتي، هو اللي شايل كل مصالحنا فوق دماغه، وهو الراجل اللي بيقف جنبنا وقت الشد كده، ولا مش كده يا وفاء؟ نهاره اسود من قرن الخروب لو كان لمح بحاجه زي كده. الجدع حافظ مركزه وعارف حدوده كويس. انا بس قصدي ان احنا اللي محتاجين، وبعدين ما احنا طول عمرنا معاه. على فكره بقى، احنا بقينا في زمن لا فيه لا كبير ولا صغير، وهو لو اتجوز واحده مننا اكيد هيعيش وسطينا وحافظ علينا اكتر، واللي خاف على مالنا اكيد هيحطنا فوق راسه. حبيبتي لو عايزاه اتجوزيها انت، لكن انا مش احنا اللي هنختار، هو. يعني نقف قدامه احنا الثلاثه ونقول لنا اي واحده فينا؟ لا، بس انا قصدي لو وافقتوا على المبدا يبقى نبطل بقى نتعامل معاه على انه اقل مننا او انه شغال عندنا. بصي، من النهارده مش هشوف وش تاني اصلا. انت ما حدش اجبرك على حاجه، انت غاوية سين. استني بقى عريس شبه عمرو دياب ولا محمود عبد العزيز وابقي اتجوزيه. وعلى فكره هو كده كده هيتجوز، وساعتها بقى محدش عارف هيفضل امين زي ما هو ولا اراضي المحل كله هيروح لمراته.
شعويات؟ معلش لا، كنا مقصرين شوية. دايما انت طول عمرك بتاكل عندنا في البيت، بس في حياة المرحوم. دلوقتي بقى دخولك البيت يجيب الكلام. الظاهر ان الاكلة دي تعويض عن اللي فات كله. بص يا سعيد، انا عايز اقول لك على حاجة كده. احنا عملنا اجتماع، اجتماع كم مكان يعني، واخدنا فيه قرار، قرار بخصوصك. انت خلاص بقيت واحد منا. سعيد، هو انت بتعمل ايه في الاجازة؟ النهار بقعد على القهوة وبالليل بروح السينما. طب ما تعكس. ازاي يعني؟ يعني بالنهار تروح السينما وبالليل تقعد على القهوة. بس هتعزمني على السينما؟ بس بشرط. واثق يكون عندهم علم. مين فيكم اللي طبخ النهارده؟ انا. تسلم ايدك. امال مين اللي كانت طبخه امبارح؟ هناء. اكلها ماسخ هناء. اصلها بتقلد وصفات التلفزيون. صفاء اختي قالت لك؟ قالت لي على ايه؟ ما انت عارفه صفاء. صفاء حاف كده؟ زي الأنسة صفاء تيجي المحل كله مع البيع والشراء. اشترينا ايه؟ بعنا ايه؟ لينا ايه؟ علينا ايه؟ انت خلاص ما بقيتش اوجي. يعني ايه؟ ابسط يا سيد، عملناك شريك بالمجهود، ليك الربع وكل واحدة فينا ليها الربع، زيك زينا يعني. هيولد اصول. بس على فكرة الواد له قد البت مرتين. طب اللي جواك تاخد ربعين ليه؟ كنت ابن ابونا وامنا؟ هو ده بس الاحسان؟ يا نسا وفاء والله العظيم بهزر معاكي، هزار. قلت اتبسط معاكي. وبعدين يعني اللي عايز لا ربع ولا تمن. كل اللي انا عايزه ان ابقى في وسطكم وبس. ولو عايز يبقى لك ربعين مقدور عليها. دورها في دماغك وانت تاكل. بس انا مخي على قده لا مؤاخذه. يعني لو عايز يبقى لك نصيب فوق نصيب. ويا عالم هيكون نصيب اني واحده. فهمت؟ بس يعني انت هتوافق عليا ولا ده ملعوب مني؟ يخرب بيت اهلك اذا كان ليك اهل. يا واد ما انا راضيه بيك من سنتين فاتوا. اوعى تنكر اللي بينا يا سعيد، والمخزن يشهد. انا ما كنتش اقدر اقول لا. ولا انت ما كنتش بتتبسط؟ بصراحه انا كنت بتبسط عشان انت مبسوطه. اه يا دلال زي القطه تاكل وتنكر. اسمع منك جوابك النهائي. اسمع مني في المخزن. مش المزيد. انا اللي اقول اه وانا اللي اقول لا. سعيد ما تخلينيش احطك في دماغي.
تركب على الاخر. الحاجه دي لازم تتلم وتتنظم كلها ترجع في مكانها، على الاقل لما تعوزها تلاقيها. يا ناس صفاء مفيش فوضى، يا دوب اخلص من زبونه الاقي التاني. اساعدك بس نخلص من الفوضى دي، والحاجه اللي ملهاش لازمه ندخلها المخزن. تعالى ورايا على المخزن. ده امتى اركب وراها؟ ساعات لما بيبقى شغل مريح بنزل باب المحل نص واختفي نص ساعة. وهنا مش حر عليك؟ لما بيكون جو حر بدخل المروحة. ايه رأيك يوم الأجازة نرتب المخزن سوا؟ عامل معروف يا الصفاء، خلي الأجازة أجازة. أنا نسيت إنك عندك معاد في السيما. لا حول ولا قوة إلا بالله، دي بنت صغيرة وتخاف علينا لما تروح لوحدها، وبعدين أنا اشترطت موافقتك. عشان كده أنا استجدعتك. أنت فاهم الحكاية؟ اللي هتتجوزك دي هتبقى هي البرنجي، على اعتبار يعني إنك أنت ماسك المحل وروحنا في إيدك وكده. سعيد ما انا صرحتك بكل حاجه، يعني عيب لما تشك في اخلاصي. والله صفاء ما تنفعنيش، اكبر مني بكذا سنه، وبعدين مش حلو، وانا ما نفسيش اقول ايه. حلالك يا حلالك. طب وفاء ايه اخبارها عندك يعني؟ ما اختك كنت عارفها اكتر مني. وفاء اختك دي عامله زي الطرخه الصنفرات فاشله وجديده. صراحة البعد عنها غنيمة، لما انت البرنسيسة بتاعتي. سعيد لازم يبقى سريع عشان امورنا تمشي تمام التمام. طبعا انا كده على فكره هتاخر على السيما. نروح السيما يلا. ما بدري. ايه يا حلو، انت يا اختي هتخش تسيب الباب مفتوح؟ نسيت خالص. انا شايفه ان افضل ندخل كل ازايز التينر دي جوه المخزن. اعوذ بالله بنت الاصول، وانا بتاع كده برضه. انت شايفه الزنقه اللي احنا فيها؟ كنت انا مش عاوزه ولا لحم مر وبوجع
صفاء الناس هتلم علينا. يا ست انا هجيب لك كرسي وتقعدي معززه مكرمه وانا اشتغل لوحدي. طب ليه ما نشتغلش مع بعض احنا الاثنين وتلزم ادبك؟ حاجه زي كده انا ممكن اسامح فيها بس في حاله واحده بس، الحلال. اه الحلال وبس. بس انا فين وانت فين يا بنت الاكابر؟ الراجل تلات حاجات: شرف، أمانة، يكون ذكر. اللي فيه التلات حاجات دول يبقى سيد الناس. طب اخواتك مش ممكن يحرموا؟ مالكش دعوه باخواتي، ليك عليا ان انا اكلمهم. لا لو في نصيب مش هيبقى قبل سنه. الناس يقولوا علينا ايه؟ مش خايف لا تقع من التشاغل كده؟ ما تخافيش، متعود على كده. لو موافق نقرا فاتحه. بس الموضوع يفضل سر بيني وبينك، ما يطلعش بره. ما يطلعش بره ولا حتى لاخواتك. ولا حتى لاخواتي. زوجتك نفسي. جوزتك نفسي. مقدرة اللي انت فيه عشان بينا فتحة وكلمة شرف. انا هسيب لك نفسي يا سعيد تعمل كل اللي نفسك فيه. انت اول راجل يلمسني. انتوا التلاتة يعني كنتوا عارفين؟ ونعرف ازاي يا استاذة؟ مفيش ولا واحدة فينا كانت تعرف. كل واحدة فينا كانت فاكرة ان هي وبس. بلاش تعرفوا الاحساس. ولا واحدة فيكوا حست؟ قولي يا هبة، ولا واحدة فيكوا قالت انها عايزاه؟ ولا واحدة فيكوا قالت انها عايزاه؟ انا هكلمك عن نفسي انا. انا وهو لما كنا بندخل المخزن كنا بنسوي الهوائل، واول ما بنطلع من المخزن كان بيبقى زي القرد قدام القرادات بتاعه وهو ماسك له العصاية. ومين اللي ماسك العصاية بقى، القرد ولا القرادات؟ أنا آسفة صفاء. أمال الحكاية كشفت إزاي؟
ازيك يا غاليه يا بنت الغاليين؟ اتدورت؟ ردودك بقت مورده زي التفاح. وحشاني يا حاج علي. ليكوا عندي خبر يفرح، ده إلاء القبور. خير يا حاج؟ عارفه رأفت ابن عبد الحكيم الكهربائي؟ الله اكبر عليه، امين شرطه في مباحث المديريه، شهم وجدع وخدماته مغرقه الناس كلها. ايوه ماله يعني يا صفاء؟ عين من اختك اللي اصغر منك، مش وفاء برضو؟ ايوه. يا اختي انا عارفه عينه عميت عندك ازاي. يلا بقى كل شيء اسمه ونصيب. يا بنت ده امين شرطه في مباحث المديريه، ده كان بيلعب كمال اجسام وهو في اعدادي. عارفه ده في شبه كبير من اسمه ايه، محمود عبد العزيز اللي اختك بتروح له السيمه. لا ليه بقى؟ لا وخلاص، ملوش يقول عندي فيها حاجه دي. هلاء عقل اختك، قولي لها ان دي فرصه والفرصه ما بتستناش. انا شايف ان عريس لقطه، اتجوزيه انت. طب نفهم ليه؟ يا بنتي ده احنا اخوات وحريم زي بعض. ما تنطقي بقى، يمكن يا ستي منك ما استفيد. انا مخطوبه وفتحتي مقريه. لا يا شيخ، ده من غير ما نعرف اهو اللي حصل. ومين بقى يا حلو؟ ان شاء الله عنتر ابن شداد يا اختي اللي انت ماسكه فيه ومثبته ده. سعيد، سعيد الخفي. هو قال لك انه هيتجوزك؟ ايوه، بس على فكره طارق احسن منه الف مره. حلال عليكي، لو ولادي بيكي خديه. طب وانت ضامنه سعيد؟ طبعا. اديني اماره. لازمتها ايه الاماره؟ علشان هو قال لي قبل كده ان هو عايز يتجوزني. وقال انا كمان. يبقى بيضحك عليكم. وعلى فكره انا وهو مع بعض من زمان. يعني يا بنت كنتوا مع بعض؟ نام معاكي؟ ايوه نام معايا. نوم نوم ولا بصوا تحسسوا العواصف. نوم نوم. يا بنت ما كانش عاجبك امين الشرطة يا ضايعة. بكرة الفجر تسافروا. نروح فين؟ أي حتة، المهم بعيد. ايوه سعد. ايوه انا بقولك ايه، البنات سافروا راحوا يغيروا جو، وانا بقى عايزه اروق نفسي شويه. ما تروح تجيب لنا كام ازازه بير. الله، وفيها ايه؟ نفسي اشرب. وهات لنا كباب من عند الحاتي. طب وانا مالي؟ هي اللي قالت لي روح اسكر وتعالى. انا مال اهلي؟ هي اللي قالت لي روح اسكر وتعالى. وانا مالي؟
طه وانا مالي طه وانا مالي طه وانا مالي وانا مالي يا غزالي سعيد طه وانا مالي 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 كل حاجة وليها الثمن، وكان لازم حد يدفع الثمن، وأنا اللي سددت الثمن، عشان كان لازم أنا اللي سددت. أيوة ليه؟ ليه أنت؟ عشان أنا الكبيرة. بس. بس إيه؟ بس عشان أنت الكبيرة؟ القتل ده حاجة مهولة، بدل ما تقتليه وتحرقي المحل كان ممكن تهربوا انتوا التلاتة، تسيبوا البلد. والغدر والخيانة والعار والجرح، كل دي مش حاجات مهولة؟ والتلات اخوات ما بقوش قادرين يبصوا في وش بعض، مش دي برضو حاجة مهولة؟ بصي يا أستاذة، أنا قعدت في السجن 15 سنة على ما فهمت إن أنا يوم ما قتلت سعيد كنت بموت نفسي، وفي 15 سنة دول اتعلمت إن أنا ممكن أعيش. حيرتيني يا صفاء. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم تعالوا نسيء لسمعه مصر. اهلا يا هاني. الحلقه النهارده كانت مقززه مقرفه ومنحله. راح فين؟ بجيب شنطتي. انا مش بكلمك. اوعى كده. ايه في ايه؟ خدشنا حياتها انت مصر بتاعتك لما جينا ست خارجه من الحضيض وقدرت تكمل حياتها من اول وجديد؟ قدرت ترجع انسانيتها؟ المجتمع حاسبها وهي حاسبت نفسها. بقولك يا كريم، اوعى اوعى تتكلم معايا باللهجه دي تاني. انا طلبت اداء البيع علشان اعرف رايه ايه. ما ردش التليفون بتاعه، ما كانش خارج الخدمه ولا حاجه، لكن ما ردش. انا محتاج لك قوي يا هبه عشان خاطر اقف جنبي. هيدوسوا عليا. انا جنبك يا كريم صدقني. الحلقه ما كانتش ليها اي علاقه بالسياسه، دي كانت عن الجريمه الاجتماعيه. هو ده سياسه؟ كله سياسه. المجتمع بيتنقل ب60 نيله، ده نتيجة حياة سياسية مهببة أصلا. أنا بعمل كل حاجة عشان ما زعلكش أنت وصحابك، بس دول هيخنقوك ويخنقوني. سميتك أنت مش حاسس بكده. قوم يا كريم اغسل وشك واستناني في السرير، حضر سيجارة حلوة.
تعال نفكر في البيبيات اللي احنا عايزين نجيبه. قوم. عايزك تعرف لي ايه حكاية الست دي؟ مش دي سياسة يا هبة؟ كله سياسة يا رشدي. مساء الخير. مساء النور. أنا ليا حجز عندكم هنا. أتشرف باسم حضرتك؟ أدهم الغرباوي. هو حضرتك اللي بتطلع في التلفزيون؟ أحيانا. اتفضل هنا الأول، اسمع حضرتك بتشتكي من ايه؟ شك. ايه اللي مش بيريحك؟ عندي درس هنا بيقلمني من الحاجة الساعة. حاجة تاني؟ عاوز ألمع سناني. أكيد شفت حضرتك قبل كده. إيه؟ حضرتك مقدم برامج ولا؟ لا لا، أنا مش مقدم برامج ولا حاجة. أنا اللي استضيفوني في البرامج خبير اقتصادي. يا دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميشيغان، وعندي مكتب استشاري له فرع في دبي. ده انت على كده زبون في اي بي. طب ما انت كل زباينك في اي بي. انا برشحك ليا السفير اسعد صالح، كان زميلي في الجامعة. صحيح الدنيا صغيرة. افتح بقك لو سمحت. بالنسبة لتنميع السنان دي مسألة سهلة خالص، أما الدرس فمحتاج تنظيف وحشو، وده هيتم على مرحلة تانية. ولازم بينج. لا بينج النهاردة ما أقدرش، عشان عندي تلفزيون، مش معقول أطلع زي السكرانين. طب ينفع تنظيف؟ ينفع. افتح بقك لو سمحت. على فكرة أسنانك ممتازة. اشمعنى؟ ومش محتاج علاج من أي نوع. كمان زيارة دكاترة الأسنان مسألة مش محبوبة قوي، حتى للناس اللي عندهم مشكلة في أسنان. ممكن أعرف إيه الموضوع؟ حبيت أشوفك عن قرب. بدور على عروسة. بنت ناس تكون على مستوى اجتماعي وأخلاقي. ولاد الحلال رشحوكي ليا. ادي الحكاية. مين هم الناس دول؟ حلفوني ما اقولش، ومش هقول تحت اي ضغط. يعني انت كنت جاي تعاين؟ انا ما اختارش شريكة عمر. محمد امسك العصاية، ومبسوط بيكي جدا. وطبعا اتجوزت قبل كده واحدة ست أمريكانية، زوجة ممتازة، تحبني وأحبها، ست مدهشة. طب لما الحكاية كده انفصلتوا ليه؟ ما استحملتش العيشة في مصر. في الأول كانت فرحانة طبعا، بس فضلت الحكاية تصغر 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 لغاية لما قلبت بنكد. محمد، أنت قلت لي وظيفتك إيه بالظبط؟ هي بيني وبينك مش وظيفة واحدة، يعني أنا عضو في مجلس إدارة بنك المال والتجارة، مسؤول عن مجموعة من الشركات،
ومستشار لوزير في المجموعة الاقتصادية. ايه بتضحكي ليه؟ العربية اللي انت جيت بيها دي عربيتك؟ اه طبعا. ليه؟ عشان حاساك بتبذل مجهود خرافي عشان تبان متواضع. ملابس الفروسية دي بتاعتك؟ اصل انت تركبي خيل هايل. يعني انت مستعد تتجوزني على القناعة؟ فورا. فورا ازاي بس؟ هي كرواتة عجبتك وحتدخل تشتريها؟ عشان ما حدش يخطفك مني. انا من عيلة ليها سمعتها وكل ناسها محترمين قوي، واغلبهم شغال في وظائف محترمة قوي، القضاء، الهندسة، الطب، الداخلية. فطبعا ما كانش ينفع اتجوز من غير كل دول ما يعرف. المهم كلهم وافقوا، هي مشكلة واحدة بس، الفيلا. الفيلا اللي كنا هنتجوز فيها كانت تحت التشطيب، والفيلا فعلا موجودة وانا شفتها وكانت فعلا تحت التشطيب. في الاول قلنا نأجل كل حاجة لغاية بيت الزوجية ما يكون جاهز. موضوع اني اتجوز في شقة مفروشة كان مسألة مستبعدة تماما، او حتى اننا نتجوز ويجي يعيش معنا في الفيلا بتاعتنا برضه مساله مستبعده تماما. هو كان عايش فين في الوقت ده؟ في شقته اللي كان متجوز فيها. ما كانش ينفع تعيشوا فيها انتوا الاثنين؟ لا، نفسيا ما كنتش اقدر، وكمان دي شقه صغيره جدا، والمفروض ان الواحده مننا لما تتجوز مستواها الاجتماعي اعلى مش اقل. مش كل امهاتنا قالوا لنا كده؟ المهم اتجوزته. اتفقنا على حل وسط او حل يرضي جميع الاطراف، اننا نكتب الكتاب. اولا عشان هو يبقى مطمن ان مفيش حد هيخطفني منه، وكمان اهلي يبقى مطمنين لما اخرج معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اني استخرت الله تعالى. اني استخرت الله تعالى. وصليت وسلمت على سيدنا محمد. وصليت وسلمت على سيدنا محمد. وقبلت زواج موكلتك. وقبلت زواج موكلتك. الأنسة البكر الرشيد. الأنسة البكر الرشيد. ناهد خير درويش. ناهد خير درويش. على كتاب الله وسنة رسولي. على كتاب الله وسنة رسولي. وعلى صداق قدره. وعلى صداق قدره. 2,000,001. 2,000,001. 1 جنيه الحالي منه. الحالي منه جنيه. و2,000,000 مؤجل. و2,000,000 مؤجل. أمام الحاضرين. أمام الحاضرين. وألف مبروك. بس بشرط اي حاجه من الحاجات اللي بتحصل بين الراجل والست حتى وهما متجوزين مش هتحصل بينا. والشرط ده بتاعي انا. مش شايفه انك قاسي قوي على نفسك؟ انا تربيت كده وكلنا في العيله تربينا كده. ف المهم كتبنا الكتاب وابتديت فعلا احضر الجواز، وبقيت انا المشرفه على تشطيب الفيلا، واقول ده جميل وده محتاج تغيير. بالنسبه لدول لا مش عايزين نخلص. انا حابه ده. ده في يعني المكتب بس اللي صار الارضيه. كنت سعيدة فعلا جدا، كنت شايفة انه ربنا رزقني بعريس ما كنتش احلم بيه، لغاية ما العمارة دي فيها الشقة بتاعت أمي، لازم أطلع أطل عليها. شقة أمك؟
لا، ما هو شقة أمك دي أنا عارفة حكايتها من الأفلام والمسلسلات. يا حبيبي اللي أنت بتفكر فيه مش هيحصل، مش هيحصل لا في شقة أمك ولا في شقة أبوك. لما ندخل على بعض أنا مستعدة أعمل ده إن شاء الله، إن شاء الله في العربية اللي إحنا قاعدين فيها. في العربية؟ انتي مراتي، ده جواز رسمي، لا هو عرفي ولا مسيار ولا رفق. في بيتنا وبعد الدخل. عاوزاني اخونك يعني؟ انا محتاج ده وانتي كمان محتاجه ده لحق مشروع لينا احنا الاتنين. أنا باخدش الحبوب ما أنا هعمل. ما تخافيش، أنا عامل حسابي. حصل، ما اقدرش انكر انه كان لقاء جميل ولذيذ ومدهش. على قد ما كنت خايفه ومتردده الا اني انبسطت. بس انا قلت له دي اول مره واخر مره. بصراحه كنت بفرح لما بيقول لي شقه ماما وحشتني. عمري ما روحتها الا ورجعت مبسوطه لغايه يومنا كده. على فكره يا ادى، احنا لازم نعمل الدخله في اسرع وقت. ما انا بستعجل المهندس اللي بيشطب الفيلا. يا حبيبي مش مهم الفيلا، انا مستعده اتجوز ان شاء الله في شقه امك. ايه سبب التحول المفاجئ ده؟ سببه اني حامل في شهرين، ومن هنا ورايح بطني هتبتدي تعلم الناس. حتى بقول ايه يا ناهد، اعرف منين ان الحمل بتاعك ده مني؟ انت اتجننت؟ انا راجل عقيم ما بخلفش. كان ممكن تفضلي محترمة وراسك مرفوع، بس انت اللي جبتيني نفسك وخدتيني في الرجلين وراكي، فضحتينا. ماما ده جوزي، جوزي العقد الشرعي وبعليم العيله كلها. والمصيبه اللي ما بعدها مصيبه انه ما بيخلفش.
يبقى ابن مين ده يا بنت الاكابر؟ ماما انت قاعده بنتك. ما هو يا انت كدابه يا هو النصاب. لا لا انا عمري ما كنت كدابه، ودي اول علاقه ليا مع راجل. انا مستدينه مريم عشان احمل بنفها من روح ربنا. يبقى هو مجرم، اطلبي منه الطلاق، بعد كده المستخبي حيبان. طلباتك يا دكتورة ناهد. حكاية انك ما بتخلفش دي الحمد لله، وممكن يثبت لك الحقيقة ويأكد لك ان الجنين اللي في بطني ابنك. انا عاوز الطفل. ابوه اولى بيه. انت ابوه. لو كررت الكلام ده كمان مرة هعتبرها اهانة وهحاسبك عليها. قسوة. خلاص طلق. وكرامتي؟ كرامتك مالها؟ كرامتك انتي عارفه لما الست تخون جوزها بيبقى شكله ايه؟ انت عاوز ايه بالظبط؟ 3 مليون جنيه. انت مش محتاج تبقى نصاب ولا صياد عوانس. ليه بتعمل كده؟ هو اللي يحاسب مراته على خيانتها يبقى نصاب وبتاع عوانس؟ 3 مليون دول تمن الاهانه يا دكتوره. دكتور ادهم، انا عندي عيله لا يمكن تسمح لك انك تتمادى في تصرفاتك دي اكتر من كده. خلاص يا محمود ارجع العربيه. ده تهديد؟ ده اعتبره تحذير. عيلتك دي هتخش الجحور زي الفيران بالظبط لما اعلن عن فضيحتك. الدكتورة اسميها حنان، طبيبة أمراض نساء وصديقة ليا. أول ما شافتني عرفت أنا شايلها مادي. بالمناسبة هي ست فاضلة وشجاعة. بعد ما عملت العملية سألتني وأنا حكيت لها كل حاجة بالتفصيل. أنا أعرف أدهم الغرباوي وأعرف مراته. مراته الأمريكانية؟ لا، مصرية. كانت بتتابع عندي وخلفت بنت. عندي عنوانها ورقم تليفونها، هي تقدر تحكي لك كل حاجة عن أدهم. لو الدكتورة قالت لي الحكاية دي قبل ما تعمل العملية كان ممكن. كان ممكن يا دكتورة؟ شرعا ممكن تحتفظي بالبيبي والأب ملزم إنه يعترف بيه، وإذا شكك بده ملزم برضه إنه يعمل تحليل دي ان ايه. لا
كنتش عايزه طفل منه، ما كنتش عايزه يطلع شبهه. اقطع على كاميرا 4. هبه مالك يا هبه؟ هبه ما ينفعش كده، انت مذيعه. نصحوني اني ارفع قضيه خلع ورفعتها فعلا. البيت طلع رغم اللي هو فيه ورغم المكان الرفيع والوظايف المحترمه، طلع صياد لثروات السيدات الاغنياء، انسات وارامله ومطلقات. بس مراته اللي كان زبون عند الدكتوره حنان كان ليها موقف مشرف. جت المحكمه وشهدت معايا وجابت بنتها معاها، وحكمت المحكمه فعلا بخلعه. كل ده عادي، ممكن يحصل، يحصل لناس كتير كمان. انت اتقبض عليكي ليه؟ أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية منتقمة السيد رئيس الجمهورية، وقد شهد سيادته أداء اليمين المهندس هشام فتحي وزير للكهرباء والطاقة، والحاصل على الدكتوراه من جامعة لايدن في هولندا، الدكتور وليد العربي وزيرا للصحة، نقيب الأطباء سابقا والأستاذ بجامعة القاهرة، الدكتور باهر كمال وزيرا للتربية والتعليم والعميد السابق في كلية الآداب بجامعة أسيوط، الدكتور أمير رشواط وزيرا للزراعة الحاصل على جائزة الملك الصالح في مجال استصلاح الأراضي، الدكتور أدهم الغرباني وزيرا للتنمية المالية، قد عمل سيادته كخبير اقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما حصل سيادته على الدكتوراه من جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. هانم محترمة، من فضلك لو حضرتك عندك مشكلة اتفضلي قولي عليها. من فضلك يا أنا عارفة أنا بعمل إيه، أنا بسأل سؤال، لا بعمل مظاهرة ولا نسيت مفخخة عشان تخافوا مني. أنا معايا بطاقة رقم قومي واقفة في الشارع، والشارع ملكية عامة، لا أرضي كل مرور ولا أفعل أي شيء عدواني. في إيه يا هيثم؟ مالها؟ زي ما حضرتك شايف يا فندم، بتقولي إنها واقفة في ملكية عامة وإنها ما عندهاش طلبات. في ايه؟ ما تكلم من هنا. انا واضح انك ست محترمه ومش بتاعه مشاكل، قولي لي طلباتك ايه قبل ما الموضوع يكبر. انا عايزه حد يجاوبني على السؤال المكتوب. جاوبها يا هيثم. زي ما انت شايف يا فندم. اهلا يا فندم. لا الحقيقه يا فندم انا ما اعرفش اسم الوزير ده. لا الحقيقه يا فندم انا ما سالتهاش وهي ما قالتش. تصبح على خير يا فندم. احسن حاجه يا استاذ انك تقفلي التليفون، لان كده مش هتخلصي. عندك حق. الو. ايوه يا فندم. حاضر معليك، افتحي تليفونك يا أستاذة وردي على المكالمة. ألو؟ أيوة يا فندم، أنا عارفة إن سيادة الرئيس أكيد عايز يعرف مين هو الوزير. ايوه يا فندم، ما انا عارفه ان احنا ما عندناش وزاره اسمها التنميه الماليه، بس زي ما غيرنا اسم الوزير كمان غيرنا اسم الوزاره. الضيفه هي اللي طلبت التغيير يا فندم مش احنا. لو عايزين تعرفوا حضرتك ممكن تسالوها. تصبح على خير يا فندم.
ايوه حنان. تخصني؟ ماله؟ بس هما وعدوه. انتي عرفتي ازاي؟ اقول له ايه بس؟ طيب باي باي يا حنين. سيادتك مستعجل قوي، انا سمعت يعني ان موضوع التغييرات ده نام. المره دي على غير العاده ما جالوش نوم. عايزك تبقى تفتكرني بالخير يا كريم. هو في اخبار عن سعادتك ولا ايه؟ كلها اشاعات يا ابني، ساعات وهتعرف كل حاجه. المهم الواحد وهو ماشي ما بياخدش معاه غير الذكريات الجميلة. انت كنت عايز في حاجة يا كريم ولا جاي تودعني وداع مبكر؟ الله يبارك فيك. شامم ريحه اخبار منعشه يا رب. اتفضل. وبالمناسبه دي تعالوا يا جماعه اقعدوا. ايه فعلا؟ طب الحمد لله حلقه مميزه وانا حافظها صح. انا ما عرفتش اشوف الحلقه، كنت بقعد على استحاله. بصراحه البرنامج بتاعك انا شفتها يا فندم. البرنامج بتاع نهايه المساء بدايته بتتكلم عن وزير، بتتكلم عن وزير ما قالوش الوزير ده بيقولوا ان هي وزاره اسمها تنام بهدلته، بس انا عارفه الوزير. أصدر السيد رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة قراراً بتعيين عدد من رؤساء التحرير بالصحف القومية. في مؤسسة بلدنا تم تعيين شريف صبحي رئيساً لتحرير الجريدة ورئيساً لمجلس إدارة المؤسسة خلفاً لأحمد جاي، إسلام جودة رئيساً لتحرير الأهرام الاقتصادي. إبراهيم كريم الحمد لله إنك جيت. أنا قلقت عليك قوي يا حبيبي. إزايك؟ انت السبب في استبعادي يا هاني، انت وبرنامج الزفت بتاعك. حلقه امبارح هي اللي ضيعت مستقبلي. كل ده بسبب عنادك وغباوتك والانانيه اللي لابساكي من فوقك لتحتك. لا يا كريم، رئيس التحرير معروف من اول امبارح. شريف حنان حتى هي اللي كلمتني وقالت لي انا كلمتك كتير وكنت هاجي لك حتى الجورنال، بس لما ما ردتش عليا قلت اكيد انك عرفت. كدابه. لا انا مش كدابه يا كريم. انت ايه؟ عايز تلبسها لي وخلاص؟ تلبسها لك ده ايه؟ انت مش شايفه نفسك؟ انت لعبه بلاستيك بغبغان بريش ملون. اذا كنت فاكر نفسك بتعرف ترقص في ناس بيعرفوا يرقص احسن منك. فوق لنفسك، حاول تكبر وتسترجل شويه يا بيبي. Ah!
موجود. محدش منهم هيعمل ايه؟ يا فندم التليفونات جوزها غير متاح، حتى تليفون البيت مرفوع مؤقتا من الخدمه. خش دخل يا عمر. ايوه هنا. انت فين؟ جت؟ جت يا رشدي جت؟ كل العاملين في برنامج نهايه المساء يا جماعه تفضلوا خشوا على البلاتو عشان نطلع هوا. يلا يا ساتر لو سمحت ما تبتدي الشغل بسرعه يا جماعه بعد اذنكم. اسرع يلا يا جماعه اتحركوا بسرعه بسرعه. دخل يا عمر. حاضر حاضر. مساء الخير، اهلا بمشاهدي برنامج نهايه المساء بدايه الصباح. انا هبه يونس مقدمه البرنامج. اللي انتوا شايفينه ده حقيقه مش ادعاء. انا واكله علقه موت. كان عندي ضيفه المفروض تحكي لنا حكايه جديده من حكاياتنا بس اعتذرت لها لان انا ضفت البرنامج. انا الضيفه المقهوره المضروبه. عمري ما كنت اتصور ان انا اللي بحكي حكايات الناس اتحول لحكايه، بس الظاهر ان محدش احسن من حد. المخرج مصمم ان احنا نروح فاصل، ولذلك فاصل ونواصل. هبه انت كويسه قوي؟